هو أخصائي حماية متقاعد من اليونيسف، وهو رئيس منظمة جمعية الأطفال والتنمية في موريتانيا، وهي منظمة غير حكومية. طبعا بعد هذه المقدمة السريعة، لابد لنا من كلمة ممثل تحالف حماية الطفل في هذه الندوة، الأستاذ رياض نجم. أستاذ رياض، هل تفضلت بتقديم كلمتك؟ شكرا جزيلا أستاذ أحمد على المقدمة. بدي رحب فيكم جميعا بهي الندوة الهامة. أنا رياض النجم، المدير التنفيذي لشبكة حراس الطفولة، وأيضا عضو اللجنة التوجيهية لتحالف الدولي لحماية الطفل. بعد الترحيب فيكم جميعا، حابب أعطيكم مقدمة سريعة عن التحالف. التحالف الدولي هو عبارة عن تحالف مجموعة من المنظمات تزيد عن 100 منظمة حول العالم. هاي المنظمات جميعها هي ناشطة في مجال حماية الطفل، تهدف ل إيقاف العنف والانتهاكات ضد الأطفال حول العالم. هدف التحالف بشكل عام هو المناصرة من أجل حقوق الأطفال، بالإضافة لتطوير المعايير العامة الخاصة بحماية الأطفال والعمل مع الأطفال بشكل عام، مثل المعايير الدنيا لحماية الطفل اللي كان في عليها أيضا ندوة في الأسبوع الماضي. أيضا التحالف بيشتغل أيضا مع مجموعة كبيرة من المنظمات حول العالم اللي هي أيضا بتصيغ المعايير، وبيحاول إنه هو دائما يكون في المعايير الدنيا الخاصة بحماية الأطفال هي على اتساق كامل مع المعايير الأخرى، مثل معايير السفير ومعايير أو حقوق الطفل. التحالف هو تحالف جدا كبير، عم يهدف انه هو يكون في مصادر عامة خاصة بالعمل مع الأطفال، خاصة في السياقات الإنسانية. بشجعكم جميعا انه نطلع على اونلاين على الموقع التحالف، نقرا اكثر عن التحالف، واذا كنتوا عم تمثلوا منظمات تعمل مع الأطفال بشجعكم أيضا أنه تنضموا للتحالف. ممكن نحن على الموقع نلاقي الابليكيشن الخاص بالانضمام، بالإضافة للمتطلبات الخاصة بالانضمام. أيضا على التحالف على الموقع حتلاقوا كمان العديد من الموارد الهامة جدا يلي هي مناسبة للمنظمات الصغيرة يلي تبدأ حاليا بالعمل مع الأطفال أو في سياقات غير معقدة وصغيرة، وأيضا حتلاقوا مجموعة من الموارد الخاصة أيضا بالمنظمات الكبيرة اللي هي عم تشتغل بسياقات معقدة. فالتحالف هو يتيح مواد تقنية لجميع السياقات الإنسانية. الشغلة النهائية اللي حكمان خبركم عن التحالف إنه التحالف هو يصدر الموقع أصلاً وجميع الموارد هي تصدر بخمس لغات أساسية، واحدة منها اللغة العربية. فحتلاقوا أشياء مناسبة إن شاء الله للسياقات اللي أنتوا بتشتغلوا فيها، وما حتكون جدا معقدة. وبالنسبة للأشخاص اللي ما بيتكلموا اللغة الإنجليزية، للزملاء ما بيتكلموا اللغة الإنجليزية، حيكون في عنا مصادر موجودة باللغة العربية بسيطة وسهلة الفهم. فبشجعكم مرة تانية إنه نحنا نتعاون مع بعض بتطوير هاي المراجع وهي الموارد، وتنضموا أيضا للتحالف كمنظمات حتى نستفيد من خبرتكم، وأيضا تستفيدوا من خبرة المنظمات الأخرى الموجودة حول العالم. شكرا، برجع لك أستاذ أحمد. شكرا جزيلا أستاذ رياض، وحقيقة إذا تسنى لنا الوقت ربما نستعرض بسرعة موقع تحالف حماية الطفل. بالفعل فيه العديد من الموارد المفيدة وربما نستعرضها بسرعة. ننتقل الآن للحديث عن تأثير جائحة كوفيد-19 على الأطفال، هل فعلا أثرت على الأطفال؟ وإذا كان الجواب نعم فكيف؟ في الحقيقة ما لاحظته أنا من خلال عملي كمسؤول مكتب الدعم
العربي في المجموعة العالمية لحماية الطفل، وطبعاً بناءً على تقارير من اليونيسف وغيرهم وجدنا أن طبعاً كما تعلمون أغلب كما يعلم أغلبكم أن كل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد أصابتها الجائحة بدرجات مختلفة، وكل الأطفال في الإقليم حوالي 110 مليون بحسب تقرير اليونيسف لم يعودوا يحضرون الدروس التي تكون وجهاً لوجه، وهذا طبعا يؤثر له تأثير يعني له مخاطر لأنه يؤثر على النمو الإدراكي للأطفال، إذا لم يكن هنالك تحفيز مستمر للأطفال فبالتأكيد تحفيز طبعا إدراكي وعقلاني، فسيؤدي ذلك إلى تراجع نمو الأطفال فكريا وعقليا وإدراكيا. أيضا هنالك برامج تغذية في المدارس، وهذه البرامج التي كانت تقدم الغذاء للطلاب الذين يداومون في المدارس توقفت، وقد يؤثر ذلك على بعض الأطفال الذين يعيشون في بيئات فقيرة. أيضاً الشدة النفسية والضيق النفسي يعني للترجمة الأدق والتي نسميها بالإنجليزية psychological psychosocial distress هي منتشرة بشكل كبير بين الأطفال والآباء والأمهات بسبب المخاوف حول الوباء، يعني هذه الشدة النفسية يعاني منها الأهالي وأيضاً الأطفال. والشيء الجديد تقريبا هو أن حتى في بعض البلدان الغنية نسبيا مثل بعض دول الخليج وجدنا أن الأطفال يعانون من هذه الشدة النفسية، وهم يعني هذه الأمور جديدة بالنسبة لبعض هذه الدول، ففي حين مثلا حالة الطوارئ مع الأسف كانت مديدة جدا ومثل في العراق وكل الأطفال ولدوا بها وعاشوا بها وربما إلى حد ما تأقلموا معها، إلا أن في بعض الدول هذا أمر كان مستجدا وبالتالي لم يكن هنالك الموارد الكافية والخبرات الكافية للتعامل معها مع هذه الأزمة، وتوقفت العديد من الخدمات للأطفال ذوي الإعاقة. وبحسب مكتب اليونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة الأطفال الذين يتعرضون للعنف أساساً قبل الجائحة هي 80% في الإقليم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والآن هذه النسبة هي معرضة للزيادة بسبب تدابير الحجر، يعني بسبب الضغوطات التي يعيشها الأهالي وربما تؤثر وتنعكس سلباً على الأطفال والعنف ضدهم. وأيضا زادت معاناة الأطفال المهاجرين في مخيمات التجميع أو مخيمات يعني التي يتم تجميع فيها الأطفال المهاجرين مثل مخيمات في ليبيا، وقلت فرص لم شملهم مع والديهم والهجرة. كما تم تسريح العديد يعني رأينا أيضا هذا موضوع مهم أنه تم تسريح العديد من الأطفال من السجون ومن دور الرعاية ومن الخلاوي. الخلاوي في السودان هي مثل مدارس قرآن وهي مدارس داخلية يعني يعيش فيها الأطفال، وتم طبعا بأوامر حكومية تم إخلاء العديد من هذه الخلاوي بدون تخطيط أو متابعة، وبعض الأطفال هم ليسوا أصلا من السودان وبعض الأطفال ليس لديهم مكان ليعودوا إليه، فإذا كان هنالك العديد من القضايا التي تخص الرعاية، يعني الأطفال تم إخراجهم أو تخريجهم من دور الرعاية من الخلاوي من السجون دون أن يكون هنالك متابعة لأحوالهم ودعمهم في الخطوات التالية. إذن هذه هي بعض المخاوف. أيضا توقفت معظم برامج الدعم النفسي التي تقدم الدعم النفسي وجها لوجه مما أثر على العديد من الأطفال المستضعفين وخاصة في سياقات الطوارئ والمخيمات. وإدارة الحالة في يعني لم تعد وجها لوجه في معظم الأحيان بل كانت عبر الهاتف أو عبر تطبيقات التواصل مثل واتساب، وبعض خدمات إدارة الحالة أصبحت عن بعد منها طبعاً، وذلك يؤثر على جودة الخدمة لأن الأطفال كما تعلمون يعني أسلوب التواصل مع الأطفال يفضل أن يكون وجهاً لوجه ولغة الجسد وما إلى ذلك لها خصوصيتها لكي نضمن أن يشاركنا الأطفال مخاوفهم ولكي لا ينفروا من هذه الخدمة. وأيضاً خلق الواقع الجديد عقبات أمام تحديد الأطفال وإحالتهم بشكل آمن، يعني الآن أصبح أصعب أن نتعرف على الأطفال الذين هم بحاجة إلى الدعم، فهم الآن حبيسي البيوت أو الخيم أو المخيمات، وفي حين كنا نراهم مثلاً في المراكز الصديقة للأطفال وكنا نراهم في المدارس وما إلى ذلك، الآن أصبح ذلك أصعب. ولذلك فإنه من المهم أن نجد طرق طبعاً لكيفية تحديد هؤلاء الأطفال، التعرف إليهم وإحالتهم، وهذا الآن هو أحد طبعاً التحديات التي فرضها
فرضتها الجائحة. وفي حين طبعا تم تعويض هذه جلسات الدعم النفسي وما إلى ذلك الخدمات بجلسات عبر الإنترنت وعبر الواتساب، إلا أنها في بعض الأحيان لم تصل، يعني بسبب كونها عبر الإنترنت لم تصل للأطفال الأكثر ضعفاً الذين ليس لديهم كهرباء أو إنترنت، وهذا طبعاً لا يمكن القول بأنها يعني حالات كثيرة، ولكن هؤلاء الأطفال رغم أنهم قلة إلا أنهم الأكثر ضعفاً. ونظراً لقضاء الأطفال وقتاً أطول على الإنترنت، هناك حاجة إلى إرشادات للآباء حول أمان الإنترنت، يعني كيف نمنع أن يتم استغلال الأطفال والإساءة إليهم عبر الإنترنت، لأنهم طبعاً يقضون وقتاً أطول الآن. العنف في المنزل أيضاً زاد بسبب إجبار العائلات على البقاء في المنزل، والتوتر طبعاً الذي ترافق مع الجائحة ربما يؤثر أيضاً سلباً على هؤلاء. وأصحاب الدخل المحدود والذين تأثر سبل العيش لديهم في بعض الأحيان لجأوا إلى آليات التكيف السلبية، فأرسلوا أطفالهم للعمل لأنهم في بعض الأحيان استطاعوا الالتفاف على قوانين الإغلاق، أو في بعض الأحيان لجأوا للزواج المبكر، ورأينا مع الأسف حالات حتى أشخاص تخلوا عن أطفالهم، وهنالك بعض الأطفال المولودين حديثاً الذين وجدوا في أماكن عديدة بسبب أن أهاليهم تخلوا عنهم. وفي حين أن هذا الأمر كان موجود سابقاً، إلا أن الجائحة والفقر وفقدان سبل العيش زاد من هذه الحالات. وفي بعض البلدان تم فصل الأطفال عن مقدمي الرعاية بسبب الحجر الصحي وبسبب الإغلاق وإغلاق الحدود وإغلاق السفر بين المدن، وطبعاً هذا أدى طبعاً الانفصال الطفل عن عائلته يسبب شدة نفسية ويسبب مخاوف ومخاطر على الطفل. وفي بعض الأحيان بعد أن انفصل الطفل لم تقبل العائلات الأقارب لم يقبل الأقارب باستضافة الطفل لأنهم كانوا يخشون من أن تصيبهم العدوى من الطفل، وبالتالي هنالك حاجة إلى تأمين سبل الرعاية البديلة لهؤلاء الأطفال، وكيف يمكن أن نضمن أن يتم رعايتهم في ظل غياب أهاليهم. وأيضاً من أحد المشاكل التي ترافقت مع الجائحة هو أن الأطفال المخالفون للقانون الآن والذين هم في مراكز الإصلاح أو في سجون الأطفال الآن هم بدون زيارات عائلية، مما زاد قلق الأطفال وزاد إهمالهم. وفي بعض البلدان تم تعليق المحاكم، مما يعني أن هؤلاء الأطفال قد يبقون لفترات غير معروفة في الاحتجاز، وأصبحت خدمات متابعة الأطفال المفرج عنهم من الاحتجاز أو الذين عادوا إلى منازلهم من مرافق الرعاية معرضة للخطر الآن. يعني حتى بعض الخدمات، يعني في اليمن مثلاً السلطات لم تكن تنظر بعين الرضا إلى خدمات حماية الطفل، بل نظرت إليها بعين الريبة، وكانت تحد من حركة الأشخاص طبعاً الأخصائيين الاجتماعيين، وبالتالي تعرضت الخدمات إلى المحدودية. و حتى في الحجر، يعني عندما يتم حجر الأطفال بسبب إصابتهم خاصة الفتيات، هنالك مخاوف من تعرضهن أو تعرضهم للإساءة والتحرش. إذن في عجالة، هذه هي التأثيرات الجائحة، جائحة كوفيد-19 على الأطفال. و طبعاً تختلف هذه التأثيرات من بلد إلى بلد، وبحسب طبعاً قوانين التي بحسب شدة الإصابة بالجائحة وبحسب قوانين التي تم وضعها للاستجابة للجائحة. وبسبب هذه المخاوف قام تحالف حماية الطفل بوضع مذكرة فنية، مذكرة إرشادية للاستجابة لتوجيه أنشطة حماية الطفل خلال هذه الفترة، سميت هذه المذكرة بحماية الأطفال خلال وباء كوفيد. الأستاذ رياض سيعرفنا بمحتوى هذه المذكرة وسيسلط الضوء على أهم النقاط التي جاءت فيها وكيف يمكننا أن نستخدم هذه المذكرة لكي نكيف ونعدل أنشطتنا، أنشطة حماية الطفل الخاصة بنا في ظل هذه الجائحة. أستاذ رياض تفضل. شكراً أستاذ أحمد على المقدمة.
مثل ما تفضل أستاذ أحمد، يعني بسبب أنه في تأثيرات شديدة للوباء على الأطفال، وبسبب أيضا أنه أغلب المنظمات الإنسانية تعمل لأول مرة تحت هي الظروف، ويمكن بعض المنظمات عملت بسياقات فيها أوبئة على المستوى المحلي، ولكن يمكن جميعنا أول مرة بنشتغل على وباء، على سياق فيه وباء دولي، فكان لابد من أنه نحن نشتغل على مذكرة تقنية تجمع جميع الخبرات المتوفرة حول العالم بالتعامل مع الأطفال خلال الأوبئة، وأيضاً بتعالج أو بتتطرق للمخاطر اللي تم ذكرها سابقاً، وبتقترح بعض الحلول المناسبة اللي نحن ممكن تساعدنا نبلش بالاستجابة بدون ما نرجع نخترع العجلة من الصفر. وين ممكن نلاقي هاي المذكرة؟ ممكن نلاقيها على موقع التحالف الدولي، لحط لكم الرابط أيضا بالتشات. متاحة المذكرة ب 11 لغة منها اللغة العربية، وأيضا ممكن تلاقوا مذكرات أكثر اختصاصية مثل مذكرات خاصة بإدارة الحالة أثناء COVID-19 أو عمالة الأطفال أيضا أثناء COVID-19، ممكن نشوفهم على الموقع. ممكن نعمل سيرش أو بحث من فوق مثل ما لكم شايفين. وأيضا مذكرة هي قابلة إنكم تقروها على الإنترنت أو إنكم تنزلوها بصيغة PDF لحتى تحسنوا تشاركوها مع فرقكم بالداخل بالميدان بأسهل طريقة ممكنة. إذا ممكن ننتقل على السلايد اللي بعده. طيب بالجزء الأول من المذكرة لح نشوف إنه عم نحكي عن مخاطر المتعلقة بحماية الطفل. قبل ما نبلش بسرد المخاطر أو تلخيص المخاطر، حابب نحكي أنه المذكرة ركزت بشكل عام على التأثير الاجتماعي الإيكولوجي أو الاجتماعي البيئي لكوفيد-19، فهي كانت عم تناقش شو هي الآثار على الطفل، ما هي الآثار على الأسرة، على المجتمع المحلي والمجتمع الأكبر، والتأثير أيضا تأثير الأعراف والتقاليد الاجتماعية. فعلى مستوى الأطفال كانت عم تناقش شو هي المخاطر اللي ممكن تزيد على الطفل مثل التعرض للإساءة والإهمال والعنف. على الأسرة كنا عم نناقش مخاطر متعلقة بالانفصال الأسر، محدودية الوصول للدعم الاجتماعي أو أيضا محدودية الوصول للخدمات وانقطاع الدخل لرب الأسرة. على المجتمع المحلي كنا عم نطلع على انهيار الثقة بالحكومات أو باستجابتها، التنافس على الموارد المحدودة الموجودة، أيضا محدودية الوصول للخدمات والوصول لمرافق التعليم ومرافق رعاية الأطفال. أيضا بالنسبة للمجتمع كنا عم نطلع على في حدا فاتح المايك. تمام، تفضل أستاذ أكبر. تمام شكرا. فأيضا على مستوى المجتمع المحلي كنا عم نشوف تأثير تعطيل الخدمات بشكل عام وانهيار رأس المال الإنساني أو تراجعه. كمان بالأعراف والتقاليد كنا عم نشوف مخاطر متعلقة بالوصم، والوصم ضد الجماعات إثنية معينة، أو أيضا الوصم ضد العوائل معينة أو الأطفال اللي هن ربما أصيبوا بمرض معين أو أصيبوا أيضا بالكوفيد-19، وكيف هن حيكونوا ربما يكونوا منبوذين أو يمارس التمييز ضدهم من المجتمع. إذا ممكن ننتقل على السلايد اللي بعده. تمام. بالنسبة إذا نحكي عن ملخص المخاطر المتعلقة بحماية الطفل، كنا عم نطلع أول شيء على الإهمال وسوء المعاملة.
كمان قبل ما نبلش مناسب خبركم انه المذكرة كانت عم تحكي عن المخاطر وعم تربطها ايضا بالاسباب، فنحن ممكن بس نقرا المذكرة حنشوف على الجانب اليمين من الجدول عم نحكي عن المخاطر، وعلى الجانب اليسار من الجدول الموجود عم نحكي ما هي الاسباب التي تؤدي لهي المخاطر. السبب أنه تمت معالجة الموضوع بهذا الشكل لحتى نساعد الجهات اللي هي عم تستجيب للجائحة أنه تحسن تتوقع المخاطر اللي حتطلع عنا وقت اللي بتبلش تشوف الأسباب. يعني وقت نبلش نشوف أنه المدارس تم إغلاقها مثلاً في مجتمع معين، نتوقع شو هي المخاطر يلي رح تطلع، لأنه مثل ما ذكر الأستاذ أحمد الاستجابة أو السياق سياق الوباء ضمن الدول هو مختلف. في دول هلا هي بمرحلة التأهب، في دول بمرحلة الاستجابة. فصياغة مخاطر الحماية بهذا الشكل حتساعدنا كأشخاص عم نستجيب أو كجهات عم تستجيب للوباء أنه نحن نبرمج برامجنا بشكل أفضل. فكملخص عن مخاطر الحماية، كنا عم نطلع على الإهمال وسوء المعاملة. السبب الرئيسي هو قلة خيارات رعاية الأطفال. مثل ما شفنا المدارس تم إغلاقها، الروضات تم إغلاقها، في بعض الأماكن أيضاً صار في منع تجول، فأيضاً خيار الحدائق أو أي أراني أخرى الأطفال ممكن يطلعوا عليها هي تم إلغائها. هذا سبب ضغط للأطفال وسبب ضغط أكبر لمقدمي الرعاية، فربما يصير في إهمال للطفل لحاجات الطفل أو في بعض الأحيان سوء معاملته أو معاملة الأطفال. أيضاً في زيادة حالات العنف، فكان عم يكون في زيادة عنف منزلي وعقوبات جسدية، ربما إساءة جنسية، في بعض الأحيان أيضاً الزواج المبكر. السبب الرئيسي هو إغلاق المدارس. كثير من الأسر أيضاً فقدت دخلها وما عاد في عندهم قدرة للوصول للخدمات الصحية أو سبل العيش. وأيضاً السبب آخر للعنف هو الضغط النفسي اللي عم يكون على الآباء. اليوم جميع الأهالي عم يتعرضوا لضغط نفسي أكبر، عم يكون مطلوب منهم أنهم مثلاً يشتغلوا من البيت وبنفس الوقت أنهم يرعوا الأطفال اللي هن ما عم يحسن يروحوا على المدارس، فهذا ممكن يسبب ضغط نفسي شديد، وهذا الضغط يسبب لحالات عنف. أيضا كان في مشاكل متعلقة بالصحة العقلية والضغط الاجتماعي، الضغط النفسي الاجتماعي بسبب العزل. لا أغلبنا قاعدين بالبيت ما عم نطلع نشوف حدا، بعض الأحيان حتى أسرنا ما عم نحسن نشوفهم، فهذا كان عم يسبب ضغط. وأيضا حالات الوفاة أو المرض ضمن العائلة أيضاً بتسبب ضغط نفسي اجتماعي، وهذا بينعكس أيضاً على الأطفال بشكل كبير. عمالة الأطفال أيضاً بسبب إغلاق المدارس ما عاد في روتين للأطفال، أو بسبب فقدان الدعم الأسري والدخل، فكان لابد مثلاً ببعض السياقات من الأطفال يطلعوا يشتغلوا لحتى يحسنوا يأملوا أيضاً للأسرة دخل لتحسن تستمر بالمعيشة. خطر أيضاً كبير وكثير مهم هو الانفصال عن العائلة. الانفصال ممكن يصير بسبب المرض أو بسبب وفاة مقدم الرعاية، أو بسبب أيضاً إجراءات العزل. قد مقدم الرعاية يكون مصاب بكوفيد-19 ولهذا السبب تم عزله، فهذا ممكن يسبب مخاطر الانفصال والمخاطر المتعلقة أيضاً بالانفصال ممكن هي تنتج عنه، اللي لازم إحنا نتعامل معها. الوصم والإقصاء الاجتماعي، بعض المدارس بقيت مفتوحة، فكمان بلشنا نشوف شيء من الوصم للأطفال اللي أهليهم مثلاً مرضوا، أو أطفال مثلاً من فئات مهمشة أيضاً تم صار في مجموعة من إجراءات، يعني صار في وصم ضدهم من زملائهم. وكان الفيروس هو طبعاً سبب رئيسي للتمييز. والخطر الأكبر كمان هو عدم استقرار قطاع الخدمات الاجتماعية. حالياً صار في عدد كبير من الأسر والأفراد هن بحاجة لخدمات اجتماعية، بحاجة لخدمات اللي بتقدمها الدولة وقت الشخص بيفقد، الأشخاص تفقد عملها، أو الأطفال بيكونوا بحاجة حماية من قبل الدولة. فبسبب
الأعداد الكبيرة اللي هلأ بلشنا نشوفها، صار في عدم استقرار بقطاع الحماية. هذا كان ملخص عام عن المخاطر. بالجزء الثاني إذا ممكن أنت إيش كنت أستاذ أحمد، بالجزء الثاني كنا عم نطلع على الاستجابة لهي المخاطر. ففي جزئين أساسيين هن العمل الشامل لجميع القطاعات مع الحكومات، وأيضا البرامج المحددة في مجال حماية الطفل. فهون مثل ما بتلاحظوا نحن بلشنا عم نحكي بطريقة برامجية أكثر تساعدنا بشكل عام نحن كمقدمي خدمات أو كمنظمات عم تستجيب بالسياق الإنساني إنه نحن نستجيب لهي المخاطر. بالجزء الأول متعلق بالعمل الشامل لجميع القطاعات، كنا عم نركز بحسب كتيب المعايير الدنيا لحماية الطفل اللي بنصحكم جميعا ترجعوا للركيزة الرابعة الخاصة بالعمل الشامل لجميع القطاعات مع الحكومات. كنا عم نطلع أنه شو ممكن بحسب المعايير الدنيا، شو ممكن كل قطاع مثل الصحة، مثل سبل العيش، مثل التعليم، مثل التغذية، مثل المياه والصرف الصحي، شو ممكن يعملوا لحتى يراعوا هي المخاطر المتعلقة بالأطفال. فكنا عم نحكي عن مجموعة من المعايير مثل المعيار رقم 24 و25 و26 و23. فممكن نحن نراجع هاي المعايير بشكل أكبر ونشوف مجموعة من النصائح ومجموعة من التدابير اللي ممكن نحن نساويها بحسب مجال عملنا. ممكن تكون منظماتنا بتشتغل بقطاعات أخرى غير قطاع حماية الطفل، أو ممكن نحن يكون عندنا وصول لمجموعة من المنظمات مثلاً الصحية، فممكن نحن نساعدهم إنه هن يعملوا مجموعة من الإجراءات يلي تساعد على حماية الطفل ضمن برامج استجابتهم. بالجزء الثاني أيضاً كنا عم نطلع على شو هي الأعمال أو شو هي البرامج المحددة اللي نحن ممكن نساويها ضمن مجال حماية الطفل لتساعدنا على الاستجابة. فأيضاً حنشوف بهذا القسم في عنا جدول حتشوفوا فيه أنشطة ممكن نعملها أثناء مرحلة التأهب، وأنشطة أخرى ممكن نحن نساويها أثناء مرحلة الاستجابة. ممكن نختار نحن شو اللي نساويه بحسب شو هو السياق اللي عم نشتغل فيه. أيضاً تم تصنيف هاي الأنشطة بحسب نوعها، فمثلاً في عنا أنشطة بالجزء الأول حتلاقوا في أنشطة فردية وجماعية من أجل صحة الطفل. بالجزء الثاني حتلاقوا تعزيز البيئة الأسرية وبيئة تقديم الرعاية. بالجزء الثالث حتلاقوا مثلاً النهج اللي نحن ممكن نشتغل عليها على مستوى المجتمع المحلي. وبالجزء الرابع حتلاقوا استراتيجيات حماية الطفل المتعلقة بإدارة الحالة. بالجزء اللي بعده حتلاقوا أيضاً الاستراتيجيات المتعلقة بالرعاية البديلة. فحيكون في عنا مجموعة كبيرة يعني من الأنشطة والطبقات الاستجابة أو طبقات البرامج اللي نحن ممكن نشتغل عليها بحسب سياقنا. رح بعطيكم مجموعة من الأمثلة إذا ممكن ننتقل. شكراً أحمد. كان في مجموعة مثلاً من الأمثلة أنه ممكن نحن نشتغل على تدريب الكوادر الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية على موضوع كيف نحن ممكن نحدد ونتعامل مع مخاطر COVID-19، وشو ممكن نعمل تدابير خاصة ضمن هاي القطاعات، ضمن مثلاً المدرسة أو ضمن المشفى للاستجابة الخاصة بشكل أساسي بالأطفال وليس بالاستجابة العامة فقط للCOVID-19. أيضاً ممكن يساعد أنه إحنا نحدد المعلومات ونوزعها عن طريق الخدمات المتوفرة وكيفية الوصول لها. يعني ممكن إحنا اليوم نشوف مين في عنا بالمجتمع عم يقدم على فرضاً خدمات اختصاصية للأطفال مثل خدمات دعم النفسي عن بعد، أو مثلاً خدمات صحية للأطفال بشكل أساسي. فنحن إذا جمعنا هاي المعلومات وردينا وزعناها على المجتمع إنه شو هي الخدمات المتوفرة وكيف ممكن توصلوا لليوم كمجتمع، ممكن يساعد بشكل كبير للاستجابة. أيضاً لازم نبلش نشتغل على تصميم إجراءات خاصة بتقليل خطر الانفصال، إنه اليوم نبلش حنخطط إذا تم عزل مقدم الرعاية مثلاً شو ممكن نحن نعمل، إذا تم وفاة مقدم الرعاية شو ممكن نعمل مع الأطفال. نبلش نحن نصمم هاي الإجراءات قبل ما تبلش توقع المشكلة بشكل كبير.
أيضا كمان نبلش نتطلع بشكل أكبر على شوية مفاهيم اختصاصية متعلقة بالحماية، إنه رح يكون في أطفال حيجوا يبلغوا مثلا أو أهالي حيبلغوا عن حالات إساءة أو إهمال أو استغلال، كيف نحن ممكن نستجيب لهي الحالات خلال الكوفيد 19، ولازم ناخذ بعين الاعتبار أي عوائق هي بتكون بوجه الإبلاغ من هي العوائق. ممكن يكون العوائق المادية، أو ممكن يكون مو بس فقط بوجه إنه التبليغ، أيضا بوجه وصول الأهل والأطفال لهي الخدمات الموجودة. لازم ندعم العوائل لإغلاق المدارس وبناء الجاهزية للتعليم المنزلي. في مجموعة كبيرة من المنظمات بدأت تعمل على يعني منصات تعليم عن بعد. وزعنا مجموعة من المنظمات أيضا وزعت يعني قرطاسية وكتب. في أيضا مجموعة من المنظمات عم تستخدم مناهج التعليم المنزلي. فأيضا لازم نكون نحن جاهزين إذا لسه بسياقنا ما تم إغلاق المدارس، نكون جاهزين ونبني الجاهزية عند الأهل وعند الأطفال وعند المعلمين أيضا للتعليم المدرسي للتعليم المنزلي عفوا. أيضا في عمل هام جدا بالمناصرة، نحن لازم نشتغل مع الحكومات والناصر من أجل تقديم تدابير عمل مرنة للآباء ومقدمي الرعاية. مثل ما كنا عم نحكي إنه في كتير مجموعة من المخاطر هي متعلقة بأنه الأهالي هن لازم يشتغلوا بنفس الوقت يرعوا أطفالهم اللي ما عندهم وصول للمدارس. فأيضا لازم نحن كرمال نخفف المخاطر على الأطفال، لازم نناصر لبيئة عمل مرينة. نحاول أيضا تقديم ندرس إمكانية تقديم مساعدات مالية وعينية للعوائل اللي بتعاني من فقدان الدخل المادي، وأيضا ناصر من أجل استمرارية تقديم الخدمات الاجتماعية للشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع بشكل أساسي وأولي. هي كانت أمثلة عامة عن الأشياء اللي إحنا ممكن نساويها. حتلاقوا في تفاصيل أكثر ضمن المذكرة. بالجزء الأخير من المذكرة أيضا حتشوفوا المصادر يلي تم استخدامها لصياغة هاي المذكرة. ممكن إذا بدكم معلومات أكثر تفصيلا ممكن ترجعوا لهي المصادر. أيضا على الإنترنت مثل ما كون شايفين هي موجودة كارتباطات تشعبية، فإذا كبستوا أنتوا على هذا الخط الأزرق ممكن تأخذكم مباشرة على المصدر. هي بشكل عام يعني ملخص سريع جدا عن المذكرة. بتمنى تقروها وتستفيدوا منها بشكل كامل باستجابتكم، وأيضا إذا في أي فيدباك ممكن تقدموا أو نصائح أو أي تجارب صارت ضمن سياقات عملكم ممكن تفيد دول أخرى أو منظمات عم تستجيب بسياقات أخرى، فممكن نبعتها على الموقع. وإذا اشتركنا أيضا بالتحالف ممكن نحن نصير جزء فاعل ونقدم هاي المعلومات بشكل مباشر. إذا في أي سؤال أنا جاهز للإجابة، بتمنى تكتبوه بالمكان الخاص للأسئلة. وبرجع لعندك أستاذ أحمد، شكرا كثير. شكرا أستاذ رياض، يعطيك العافية. إذن يعني كما سمعتم المذكرة الفنية لحماية الطفل في حالة جائحة كوفيد-19 أو 19 مهمة جدا، فهي تسلط الضوء على المخاوف التي قد تنشأ بالنسبة للأطفال وتقترح بعض الأمور التي يمكن القيام بها، لأنه قد يتصور البعض أنه لا يمكن القيام الآن بأي عمل يخص الأطفال، وقد لا يتصور بأن هنالك مخاطر خاصة بالأطفال في ظل هذه الجائحة. لكن كما ترون فإن المذكرة الفنية تسلط الضوء على المخاوف أولاً، وثانياً على الأنشطة، وثالثاً توفر بعض المصادر التي أيضاً يمكن الرجوع إليها للاستزادة حول هذا الموضوع. الآن عملياً يعني هل يمكن فعلاً تطبيق هذه المذكرة الفنية على أرض الواقع؟ سأنتقل معكم للزميل بشير مراد من الكتلة الفرعية لحماية الطفل في العراق، والذين بناء على هذه المذكرة الفنية ومعايير حماية الطفل، المعايير الدنيا لحماية الطفل التي ناقشناها الأسبوع الماضي، قاموا بأنشطة مهمة جدا للاستجابة لقضايا حماية الطفل في ظل الوباء.
أستاذ بشير، هل تسمعني؟ شكراً شكراً أستاذ أحمد، يعطيك العافية. شكراً لكم جميعاً. طبعاً هون بهذا الجزء راح أحكي عن ما تم إنشاؤه وما تم تطويره في العراق، وأهمية ربط ما تم إنشاؤه وتطويره بالمعايير الدنيا لحماية الطفل، لأنه المعايير الدنيا مثل ما قلنا هي أساس لحماية الطفل، ودائماً فينا نربط كل شيء بنعمله بهاي المعايير الموجودة. وبالإضافة إلى المذكرة أستاذ رياض أيضاً، طبعاً بداية ب 24 فبراير 2020 تم تحديد الحالات في العراق، وبناء على تحديد الحالات اللي متعلقة بجائحة كوفيد 19 كان له تأثير مباشر على العمل الإنساني بما يتعلق في حماية الطفل. تم إيقاف بعض الأنشطة بسبب حظر التجوال والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، فكان لها تأثير مباشر على أنشطتنا. فكان طبيعي أنه القطاع الفرعي لحماية الطفل في العراق أنه يشوف الأنشطة وكيف فينا نكيفها يكون ملائمة للسياق الموجود حالياً متعلق بجائحة COVID-19. كان لابد من تطوير أو تكييف دلائل العمل الموجودة. أستاذ أحمد على السلايد اللي بعده. فكان نحن في مجموعة العمل لحماية الطفل في العراق اشتغلنا على عدة دلائل عمل لتغطية ولضمان الاستجابة للأطفال المعرضين للخطر. فكان بداية اشتغلنا على دليل عمل الخاص بإدارة الحالة المتعلق بتفشي الأمراض، ورناها طبعا هلا بالجزء الاخير من هذا راح بين لكم العلاقه بين هذول دلائل العمل والمعايير الدنيا في حماية الطفل. الجزء الثاني كان طبعا تم النظر الى الدلائل العمل الموجوده في الدول الاخرى بالتنسيق مع المجموعه العالميه لحمايه الطفل مع استاذ احمد والجماعه الموجوده معه. فكان تم تكييف دلائل عمل كان موجوده في لبنان اللي هي اداره الحاله عن طريق الموبايل، يعني ريموتلي يعني عن بعد. فتم تطوير هذا كملحق للدليل السابق دليل اعمال اداره الحاله لتفشي الامراض. بالاضافه انه نعرف انه في هذه السياقات كان تاثير مباشر انه يكون كتاثير لهي الازمه انه يكون في اطفال غير مصحوبين ومنفصلين، وخاصه في العراق لما بنحكي عن انه في عندنا نحن لاجئين وفي عندنا نازحين ايضا. فتم النظر الى هذه المشكله بشكل خاص. اشتغلنا على دليل عمل هي خاصه بالرعايه البديله. طبعا كان موجود عندنا دلائل عمل سابقه لكن هي غير متعلقه بتفشي الامراض ك كوفيد 19. فتم النظر الى الرعايه البديله في سياق الامراض المتفشيه. طبعا كان ذلك بالتنسيق مع الفريق الدولي الخاص بالاطفال المنفصلين وغير المصحوبين عن طريق المجموعه العالميه لحمايه الطفل الاي او ار. استاذ احمد اذا تروح على السلايد اللي بعده كمان. طبعا بالاضافه الى كل ما ذكر الشيء الاساسي اللي تم تاثير او ايقافه كانت الأنشطة النفسية والاجتماعية. فالمجموعة الفرعية لحماية الطفل في العراق قامت بالعمل على حزمة الأنشطة النفسية الخاصة في خلال الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كوفيد 19. طبعاً لفئات مختلفة، هي كانت أقل من 6 سنوات، من 6 سنوات ل 13 سنة، بالإضافة إلى 13 سنة ل 17 سنة. ومشان نكمل هاي الحزمة تم العمل على كتيب هي كيفية إعطاء أو إيصال إرشادات حول طريقة رفع مستوى الوعي والدعم النفسي الاجتماعي في ظل سيناريوهات مختلفة متعلقة بجائحة كوفيد 19. هاي بشكل مختصر عن دلائل العمل اللي تم تطويرها في العراق وتم تكييفاتها. بالجزء الجاي إذا راح تروح على السلايد اللي بعده أستاذ أحمد
رح بين كيف كان الربط بين تطوير هاي دلائل العمل والمعايير الدنيا لحماية الطفل. فبالنظر إلى الركيزة الأولى المعيار الأول يلي هو التنسيق، طبعا نحن بكل ما تم تطويره خاصة بما يتعلق بإدارة الحالة أو الرعاية البديلة أو الحزمة المتعلقة بالدعم النفسي الاجتماعي، تم التنسيق مع جهات عالمية يلي كانت باعتبار أنه الجائحة كانت عالمية، فكان التأثير موجود بعدة دول، فكان التنسيق مع المجموعة العالمية لحماية الطفل للنظر إلى ما هو موجود، ما هو موجود في الدول الأخرى أو ما يتم العمل عليه في الدول الأخرى، لتركيز على ما يمكن تطويره في العراق أيضا أو تكييفه في العراق. هاي من ناحية. من الناحية الثانية كان التنسيق كمان من الناحية الداخلية مع الجهات المختصة في العراق لضمان جودة الدلائل العمل، وذلك لعدم تعريض الأطفال لمزيد من الأذى. فكانت أهمية التنسيق موجودة وكان له تأثير كبير على عملنا، والتنسيق هو رئيسي في تطوير جودة الدلائل المنتجة التي تم مشاركتها مع الجميع. الركيزة الثانية يلي بنحكي عنها الصحة العقلية والضيق النفسي الاجتماعي اللي فينا نشوفه بالمعيار العاشر. نحن لما كنا عم نطور حزمة الأنشطة النفسية الاجتماعية كان في تواصل مباشر مع الفريق الدولي لحماية الطفل، شخص موجود بكون اللي هو موجود اللي هو مختص بالصحة العقلية لضمان جودة الدلائل العمل، بالإضافة إلى كمان رح نذكر أنه لعدم تعريض الأطفال لمزيد من الأذى، بالإضافة إلى التنسيق مع العاملين في مجال حماية الطفل تم تنسيق فريق مختص لتطوير هاي الأحزمة. فكان في عنا فريقين، الفرق تم العمل على كل فئة عمرية على حدة وتم جمعها وعرضها للجميع. الركيزة الثالثة يلي فيها المعيار 17 تطبيق النهج على المستوى المجتمعي. طبعا في جائحة كوفيد 19 كان من الضروري النظر إلى الهيئات المجتمعية باعتبار نحن ما كان في عنا وصول إلى المخيمات أو مراكز تطبيق أو العمل في إدارة الحالة، فكان لابد من إشراك الهيئات المجتمعية في سياق إدارة الحالة، أعطاهم دور أكبر والاستفادة من ما تم العمل عليه بناء على المعيار 17 في السنوات السابقة. تهيئت للهيئات المجتمعية، تدريب الهيئات المجتمعية، رفع مستوى الهيئات المجتمعية ليأخذوا جزء من الاستجابة، وكان لذلك دور كبير في سياق كوفيد 19. والهيئات المجتمعية اشتغلت وعم تعمل شغل جيد جدا بما يتعلق بإدارة الحالة، بالإضافة إلى الدعم النفسي الاجتماعي والتوعية في جميع المناطق التي تم إنشاء هذه الهيئات، وذلك للتأكيد على المعيار 17 وأهميته في حماية الطفل. أستاذ أحمد إذا رح تروح على السلايد اللي بعده بعد إذنك. كمان كان في عنا طبعاً الركيزة الثالثة والمعيار 18 هي إدارة الحالة. نحن بنعرف بهاي الأمور أنه إدارة الحالة هي من أنشطة المنقذة للحياة، فكان لابد من استمرارية إدارة الحالة تكييفها، وتم تطوير لذلك دليل متعلق بأنشطة إدارة الحالة في أوقات تفشي الأمراض، بالإضافة إلى ملحقات لها لرفع جودة العمل في إدارة الحالة في السياقات المختلفة وسياق كوفيد 19. فتم النظر إلى الدلائل الموجودة، منها دليل اللي تم تطويره في لبنان، تم تكييفه ليكون للسياق الموجود في العراق، وتم إعطاء مثل ما بنقول جلسات لشرح دلائل العمل، جلسات أونلاين لكل العاملين في العراق لدلائل العمل المختلفة. فالمجموعة الفرعية لحماية الطفل قامت بعدة جلسات لشرح دلائل العمل للعاملين في مجال حماية الطفل عن طريق استخدام الزوم والطرق الأخرى للجهات العاملة. الركيزة الرابعة والمعيار 23 كانت تعليم وحماية الطفل. أثناء تطوير حزمة الدعم النفسي الاجتماعي تم التنسيق مع قطاع التعليم
لضمان انه في هاي الحزمه تكون في بعض الانشطه المتعلقه بالتعليم، باعتبار انه المدارس كانت مسكره والحكومه سكرت المدارس كاجراء وقائي للحمايه من انتشار الفيروس، فكان لابد من التنسيق مع قطاع التعليم لضمان استمراريه عمليه تطوير الطفل واعطاء بعض الانشطه التعليميه من خلال حزمه الانشطه النفسيه والاجتماعيه. استاذ احمد السلايد اللي بعده بعد اذنك. اوكي، اخر ركيزتين، الركيزه الرابعه والمعيار 24 الصحه وحمايه الطفل. طبعا خلال انشاء وتطوير دلائل العمل بشكل عام خاصه الاطفال المنفصلين وغير مصحوبين، ونظرا لامكانيه تواجد اطفال غير مصحوبين او منفصلين في المراكز الصحيه، تم التنسيق مع الجهات الصحيه او القطاع الصحي لتحديد اشخاص من الكوادر الصحيه ليكون مسؤولا عن حمايه الطفل في المراكز، بالاضافه الى الربط بين هذه هؤلاء الاشخاص اللي تم تحديدهم ليكونوا مسؤولين عن حماية الطفل مع الجهات العاملة في حماية الطفل، مؤسسات أو منظمات حماية الطفل، لضمان أنه هذول الأشخاص اللي تم تحديدهم لدعم الأطفال يكون لهم ساند وتزويدهم بالجوانب التقنية ما يتعلق بحماية الطفل، لضمان أنه الأطفال في المراكز الصحية سيتم متابعتهم بشكل جيد من قبل الكوادر الصحية، بالإضافة إلى ضمان سلامة الأطفال في المراكز الصحية. فكان التنسيق لابد منه، ذلك تأكيداً على المعيار 24 يلي هي الصحة وحماية الطفل. المعيار 28 من نفس الركيزة، الركيزة الرابعة يلي موجودة بالمعايير الدنيا، هي إدارة المخيم وحماية الطفل، العلاقة والعمل معاً. كنتيجة لجائحة كوفيد-19 نحن تصورنا أنه ربما يكون هناك أطفال غير مصحوبين تم تحديدهم على مستوى المخيمات، فكان لابد من التنسيق مع إدارة المخيمات لرؤية إمكانية إنشاء مراكز لإيواء الأطفال غير مصحوبين في على مستوى المخيم وجاهزيتهم والإمكانيات الموجودة في المخيمات بشكل عام لضمان الأطفال الغير مصحوبين في سياق كوفيد-19 يتم رعايتهم بشكل جيد. فلذلك تم إنشاء قائمة تدقيق لضمان أنه المخيمات هي جيدة، بالإضافة إلى تطوير مسار إحالة بين إدارة المخيمات الموجودة في العراق، مخيمات اللاجئين والنازحين ومؤسسات حماية الطفل المسؤولة عن كل مخيم، والتنسيق بين كيز مانجمنت وركينج جروب يعني المجموعة العاملة في مجال إدارة الحالة وإدارة المخيمات بشكل عام. هون أنا بس حبيت أذكر العلاقة بين دلائل العمل اللي تم تطويرها وأهمية المعايير الدنيا في ما يتم تطويره بما يتعلق بحماية الطفل، فكان لابد من الرجوع إلى المعايير الدنيا، وكان هي من أحد أسس تأسيس أو تطوير دلائل العمل الموجودة بشكل عام. فبرجع بركز على أهمية المعايير الدنيا لحماية الطفل في مجال حماية الطفل في السياقات المختلفة بشكل عام. شكراً أستاذ أحمد، أنا هون خلصت. طبعاً فيني جاوب عن الأسئلة إذا في أسئلة متعلقة بما تم عرضه في الجزء تحت اللي بتشاهدكم تحطوا الأسئلة وأنا راح أحاول جاوب. شكراً أستاذ أحمد. شكرا جزيلا استاذ بشير، يعطيك الف عافيه. حقيقه جهودكم يعني في العراق رائعه ومشكوره. والان هنالك اسئله، اكثر من شخص يتساءل كيف يمكن الحصول على الادله التي طورتموها. ساجيب طبعا في نهايه هذه الجلسه، ساضع روابط للمجلد المشارك على دروب بوكس لكي تصلوا إلى هذه الموارد وغيرها، فلا تقلقوا بشأن الموارد، سيكون لديكم الكثير منها في نهاية هذه الجلسة. الآن أود أن أستغل فرصة وجود معظمكم الآن قبل أن تنتهي الندوة ويصبح عددكم أقل، فنريد أن نسألكم ما هي، نسألكم ما هي المواضيع التي تقترحونها للندوات القادمة؟ يعني
لو سمحتم في صندوق الدردشة من الآن وحتى نهاية الجلسة يمكنكم أن تكتبوا بالعربية أو بالإنجليزية ما تودون مناقشته في الندوة القادمة. إذن هل تودون مثلا مناقشة إدارة الحالة؟ أستاذ محمد، هل يمكن محمد ممكن تضع ميكروفونك على الصامت بعد إذنك؟ شكرا جزيلا أستاذ محمد. أوكي. نعتذر. مين؟ نعتذر. إخوتي ممكن نضع الميكروفون على الصامت بعد إذنكم؟ أوكي. إذن ما تودون مناقشته في الندوة القادمة إن كان إدارة الحالة في ظل تفشي الوباء أو إدارة الحالة حالة حماية الطفل بشكل عام أو الدعم النفسي الاجتماعي أو الدعم النفسي الاجتماعي في ظل وباء COVID-19 أو الرعاية البديلة أو المساعدات النقدية إلى آخره، يعني أي شيء تودون الحديث عنه، وس نحاول قدر الإمكان أن نستجيب لأكبر عدد منكم وفي الندوة الأولى والثانية وما إلى ذلك. وبشكل عام سيكون هناك سلسلة من الندوات إن شاء الله التي تعالج قضايا حماية الطفل المختلفة. يمكنكم كما ذكرت ذكر هذه المواضيع في صندوق الدردشة، و أطلب منكم أن تكونوا يعني دقيقين، يعني ما الذي تودون الحديث عنه بالضبط، ما هي الأمور التي تخدم أنشطتكم وعملكم بدقة. يعني ربما إذا تحدثنا مثلاً عن المعايير الدنيا لحماية الطفل وتركتموها هكذا فسيكون ذلك عاماً جداً، يعني ربما لو كنا أكثر تخصيصاً سيفيدنا أكثر. الآن ننتقل إلى مثال آخر من أمثلة تكييف استجابة حماية الطفل خلال جائحة COVID-19، ومعنا زميلتنا من شمال غرب سوريا السيدة آلاء، الطبيبة الدكتورة آلاء مغربية. آلاء معك المايك. شكرا لمشاركتنا. شكرا كثير استاذ احمد، يعطيكم العافيه. بدايه كنت حابه رحب فيكم بالندوه وشاكره انكم اخترتوني لحتى اكون موجوده معكم بهين، يعني مفيده جدا. أنا يعني من شبكة حرس الطفولة، هي شبكة، هي منظمة غير حكومية تعمل بحماية الطفل من 9 سنوات. حالياً معظم يعني عملنا موجود بشمال غرب سوريا. خلال فترة COVID-19 والطوارئ اشتغلنا على تكييف الاستجابة حماية الطفل خلال فترة الطوارئ حتى يعني نعمل أحسن ما فينا حتى نحمي الأطفال ونساعد على حمايتهم خلال الفترة الراهنة. الحقيقة أنه من أول ما تم إعلان فترة الطوارئ بسوريا اشتغلنا على يعني المذكرة التقنية اللي كان عم يحكي عنها أستاذ زياد، كانت يعني هي الأساس والعمود لتكييف استجابتنا ولبناء خطة العمل اللي نحن اشتغلنا عليها.
بداية حتى بس يعني أحكي شوي عن السياق. شمال غرب سوريا هي منطقة نزاع نشط منذ 9 سنوات، هي خاضعة لسيطرة المعارضة وفيها يعني فيها كثافة سكانية كتير عالية، 4.1 مليون نسمة بين نازح ومضيف، 80% من الأطفال اللي نحن كنا نشتغل معاهم يعني أو نشتغل معاهم هن ما بيعرفوا شيء، لا يعلمون شيئا غير الحرب. بعد الكورونا نحن فقدنا وصول 10% من الأطفال اللي نحن كنا نوصلهم بسبب إنه معظم الاستجابات اللي نحن متاحة لنا هي كانت عن بعد، وفي كثير من الأطفال ما عندهم وصول للهواتف الذكية أو ما عندهم وصول لكهرباء أو غيرها من الخدمات اللي بتتيح لهم الاستفادة من الخدمات تبعيتنا. وبناءً عليه نحن عملنا تكييف لهي الاستجابة كمان مرة تانية، وعملنا تعديلات على الاستجابة لحتى نقدر نوصل لهذول الأطفال قدر الإمكان. 54% من الأطفال اللي نحن نشتغل معهم هن النازحين، 12% هن عم يعيشوا بالمخيمات. المخيمات هي مكتظة يعني وأغلبها عشوائية، يعني الكثافة السكانية فيها كتير عالية، وخطورة انتشار مرض كورونا بهي الأماكن هو رح يشكل خطورة أعلى على الأطفال، كونه انتشار المرض رح يكون كتير سريع بهي الأماكن. لحد اليوم ما تم اكتشاف أي حالة، ونحن بحالة التأهب والاستجابة ببعض المناطق، كونه الفحوصات اللي عم تنعمل هي عددها كتير قليل، وفي شكوك بوجود المرض أصلاً بس ما في الأدوات لاكتشافه بشكل مخبري مؤكد. الحقيقة نحن لما قمنا الاستجابة كان في عدة خطوات نحن قمنا فيها من بعد ما قرأنا المذكرة التقنية وبنينا عليها الاستجابة، بأنه نحن كانت أول أنا آسف أستاذ أحمد، بس إذا فينا نمشي على السلايد اللي بعده. فكانت أول خطوة لنا هي التنسيق مع القطاع الصحي بأنه نحن ندمج حماية الطفل بالمعايير اللي هن بيرصدوها أثناء اكتشاف الحالات. فتم عمل على آلية إحالة من القطاع الصحي لمنظمات حماية الطفل ومنها شبكة حراس. تم توقيع مذكرة تفاهم مع مديرية الصحة لإحالة حالات الأطفال اللي هن ممكن يرصدوها منفصلين أو عمالة أو أي معيار خطر أو ضعف عند الأطفال ممكن هن يرصدوه. بنفس الطريقة عم يتم العمل على أنه يتم إحالة الحالات اللي هي بتجي لعندهم، ممكن يكون مثلا يعني أم عزباء أو أنه مقدم الرعاية اللي تم رصده مع حالة كورونا، يتم إخبار يعني شبكة حراس حتى تقدر المنظمة تعمل تقييم للأطفال اللي هن عم يقدمون الرعاية والتأكد من أن الأطفال بخير. كمان تم العمل على بعض الإجراءات للرعاية البديلة مثل إنشاء بعض اللوائح للعائلات البديلة اللي هي مستعدة لاستقبال الأطفال في حال يعني لمدة مؤقتة في حال أن الأطفال انفصلوا بشكل مؤقت عن أهاليهم. بنفس الوقت تم العمل على قائمة للعائلات البديلة المحتملة لتقديم الرعاية للأطفال في حال ما عاد في لهم مقدمين رعاية أو ما عندهم أفراد من العائلة الممتدة لتقديم الرعاية لهم وحمايتهم بقدر الإمكان. طبعاً حتى نقدر نستجيب بشكل أفضل تم تطوير أدوات مراقبة شيوعية بعض مخاطر الحماية خلال فترة الطوارئ، ولدراسة أثر الجائحة على الأطفال تم نشرها من فترة أسبوع تقريباً،
ورح تتم المراقبة، يعني رح نتابع مراقبة هاي المؤشرات لحتى نتأكد من إنه لحتى نقدر نعرف باستجابتنا إذا في حال فعلاً صار في تفشي أو في حال تم يعني استمرار انقطاع التعلم عن الأطفال وبقائهم في المنزل، نقدر نلاحظ شو هي المخاطر الأكثر شيوعة لحتى نقدر نوجه استجابتنا باتجاه هي المخاطر ونحمي الأطفال. طبعاً تم تطوير مذكرة توجيهية لخدمات إدارة الحالة من ضمن البنود اللي ذكرتها من قبل شوي، من التنسيق مع قطاع الصحة وبنفس الوقت التنسيق مع العائلات البديلة لحتى نقدر نخصص الاستجابة للمخاطر الأكثر شيوعة خلال فترة كورونا، واللي نحن متوقعينها في حال لا سمح الله صار فعلاً في اكتشاف لحالات كورونا في شمال غرب سوريا. طبعاً برامج الدعم النفسي تم تكييفها حتى يتم تقديمها عن بعد وبمناسب ظروف الأطفال، وحأشرح هذا الشيء بالفقرة اللي بعدها. تم تطوير مناهج كمان تعليم ذاتي مع متابعة روتينية من قبل المعلمين والمعلمات، وتم استهداف الأهالي ببرامج والدية أو بروشورات توعية فيها نصائح والدية لحتى نحاول نخفف قدر الإمكان من العنف الأسري في حال حدث لا سمح الله، ولحتى نساعد الأهالي على التعامل مع أطفالهم بهي الفترة اللي هن قاعدين أطفالهم قاعدين فيها بالبيوت، كونه تم انقطاع يعني تم إيقاف المدارس مع بداية شهر 3. طبعاً وتم تصميم محتوى صديق للطفل ضمن مجلة أطفال ليسال رسائل حماية الطفل ضمن فترة الطوارئ مع رسائل توعية عن المرض، وهذا الشيء انطلقنا منه كونه من أحد المخاطر اللي نحن يعني أحد الأسباب المخاطر اللي نحن راصدينها، إنه المواد التوعوية ما عم تكون بطريقة صديقة للطفل، فعم يكون هذا الشيء عم يسبب أحياناً ضائقة نفسية عند الأطفال كونه عم تسبب خوف عندهم، أو لأنه ما عم يكونوا واعيين عن المرض فممكن يكونوا أحد أسباب انتقال المرض وانتقال المخاطر لعندهم. إذا ننتقل على الفقرة اللي بعدها أستاذ أحمد. فاستجابتنا كانت يعني موجهة على شكل هرم من الأقل خطورة للأكثر خطورة، الأقل خطورة بأسفل الهرم والأكثر خطورة أو الأكثر ضعفاً في أعلى الهرم. فبداية وبشكل عام استهدفنا أغلب كل مستفيدينا ببرامج التعليم والدعم النفسي الاجتماعي عن بعد، بتقديم الحقائب اللي هي عم تقدم الدعم النفسي وحقائب التعليم الذاتي اللي فيها متابعة مباشرة من قبل المعلمين وميسرين الدعم النفسي عن طريق الهاتف. فهي الحقائب عم يكون فيها المواد الأساسية اللي رح يحتاجها الطفل، وبنفس الوقت عم يكون فيها شرائح انترنت لحتى تدعم الطفل انه هو يكون عنده وصول لهي البرامج عن بعد. هي البرامج كانت مدعومة ايضا بحقائب للأهل فيها نصائح وإرشادات للتعامل مع الأطفال خلال فترة كورونا. طبعا ما استثنينا ذوي الإعاقة، وكانت هي الاستجابة استثنائية يعني من قبل شبكة حراس انه تم دمج ذوي الإعاقة بهي البرامج وتخصيص المناهج لإلهم لحتى تكون مناسبة لإلهم، بنفس الوقت انه المعلمين والميسرين اللي عم يقدموا لهم البرامج هنا عندهم القدرة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة. بالمرحلة اللي بعدها هنا الأطفال اللي ما عندهم وصول للهواتف الذكية أو يلي ما عندهم وصول للبرنامج بسبب انقطاع الكهرباء أو أي سبب إن كان، فهذا الشيء يعني فانبنى عليها تصميم حقائب تعليم منزلي والدعم النفسي الاجتماعي فيها إرشادات للأهل مبسطة عن كيفية تقديم هذه البرامج وكيفية بناء الروتين للأطفال لحتى كونه هذا الشيء حيحميهم أكثر للأطفال، بأنه هن أول شيء عم تنبنى المرونة عند الأطفال وقت اللي بيكون في عندهم روتين معين يومي بيمشوا عليه، ورح يكونوا أكثر هدوءاً مما يخفف عليهم مخاطر العنف المنزلي أو العنف الأسري اللي هن عرضة له كونه هن قاعدين بالمنزل لفترات طويلة.
التعليم عن بعد كمان راعى هي النقطة. فمثلا نحن كنا يعني بنينا الروتين للأطفال بأنه مثلا على الساعة 8 صباحا بيبدأ درس الرياضيات، الساعة 3 رح يكون درس العلوم، الساعة 6 المساء ممكن يكون درس التمارين الرياضية مع إرشادات كثير مبسطة لحتى ما نزيد التوتر عند الأهالي أو الضغط عليهم تقديم هي الخدمات. المرحلة اللي بعدها كانت عم تستهدف مراكز رعاية الطفل، كونها هي كانت مهملة بصراحة من قبل القطاعات الأخرى بالاستهداف لإلها، حتى من قبل التوعية لإلها بمخاطر كورونا على الأطفال، فتم استهدافها بدعم نفسي اجتماعي وحقائب التعليم المنزلي، حقائب ترفيهية جماعية للمركز لحتى يقدر يخدم الأطفال بخدمات الدعم النفسي الاجتماعي. وبنفس الوقت تم تقديم رفع الوعي عن مخاطر حماية الطفل خلال كورونا وكيفية الوقاية من كورونا لحتى نحمي الأطفال بقدر الإمكان. نوصل آخر الشيء للأكثر ضعفاً اللي هن تم استهدافهم ببرامج إدارة الحالة. مثل ما خبرتكم نحن تم تكييف المذكرة التوجيهية بإدارة الحالة خلال كورونا، وتم العمل بتوصيات من قبل قطاعات أخرى موجودة ببلدان أخرى مثل لبنان والعراق والصومال. طبعاً هاي البرامج كلها ترافقها برامج توعية للمعلمين، للمقدمي الرعاية، ولجان الحماية والأعضاء بالمجتمع، وبالإضافة لمراكز الصحة والعاملين بالقطاع الصحي لحتى يعني نزيد من الإحالة ونحسن من الإحالة للأطفال الأكثر ضعفاً لمنظمات العاملين بحماية الطفل وحراس بشكل أخص. بالإضافة أنه عم يتم العمل حالياً على التنسيق مع المخيمات لحتى بنفس الآلية يتم الاستجابة للحالات من المخيمات في حال صار في إغلاق على هي المخيمات نقدر نوصل لها الأطفال. في نقطة مهمة أنا أغفلت الذكرى اللي هي أنه تم العمل التنسيق مع قطاع الصحة لحتى العاملين بحماية الطفل وإدارة الحالة بشكل أخص يتم السماح لهم العمل بشكل دائم ويعتبروا كجزء مهم من الاستجابة لكوفيد 19. آخر شيء تم إعلان خطوط مساعدة ساخنة تم الإعلان عنها بكل الطرق الممكنة عن طريق الراديو والبروشورات ووسائل التواصل الاجتماعي. فينا ننتقل للفقرة اللي بعدها أستاذ أحمد؟ مثل ما حكينا نحن يعني خلال المخاطر اللي نحن كنا عم ندرسها اللي هي إغلاق المدارس ومساحات الصديقة للطفل أدت لخسارة الوصول للأطفال، جلوس في المنزل لساعات طويلة وزيادة التوتر عند الأطفال عم يزيد المخاطر على الطفل بأنه هو عرضة للعنف الأسري والمنزلي أكثر. إجراءات الإيقاف للأنشطة المدنية اللي هي خففت من الخدمات اللي عم يوصل للطفل، لإيذاء المجتمعي للحالات المصابة بالإضافة لقلة الوعي المجتمعي بالفيروس كورونا ورفض المجتمع للإحساس بالخطر من بهذا المرض، بالإضافة أن تم العمل على مراكز الحجر الصحي لحتى تكون صديقة للطفل بشكل أكثر. الفقرة اللي بعدها أستاذ أحمد. فنهاية مثل ما حكيت نحن حاولنا نشتغل أكثر على محتوى صديق للطفل، وبعض المنتجات كانت فعلا مبدعة. فمثل هاي نحن صممنا لعبة سلالم الوقاية من المرض يلي هي شبيهة بسلام السلالم السلم لعبة السلم والثعبان. ففيها توصيات للطفل لحتى يحمي حاله من المرض، وبنفس الوقت فيها آليات الإبلاغ يلي بتساعده للطفل إنه هو يوصل لخدمات حماية الطفل في حال كان في عنده مخاطر حماية شافة من قبل يعني فهمها أكثر من قبل اللعبة.
في بوسترات كمان إذا بنقدر نستعرضها أستاذ أحمد، تم تصميمها بطريقة صديقة للطفل وبلغة كتير بسيطة ولطيفة لحتى الطفل يقدر يحمي حاله من فيروس كورونا. مثل أول بروشور، احضن نفسك واحميها من الفيروسات، كيف تتجنب ملابس الأسطح خارج المنزل، واستبدل مصافحة الأصدقاء بالتلويح لهم عن بعض. فحماية أنفسنا هي حماية للآخرين. البوستر اللي بعده كمان كان صديقتي خوذة السحرية. تخيل أنك تلبس خوذة سحرية تجنبك لمس عينك وأنفك وفمك، وتحميك من انتقال الفيروسات لوجهك الجميل، وبالتالي تمنعك من الإصابة بالمرض. آخر رسالة كانت اللعب مع أبقاء مسافة آمنة، أيضاً هو ممتع، فكن ممتعاً أنت وأصدقائك بابتكار ألعاب جديدة. طبعاً هي البوسترات مع بالإضافة لمجلة مجلة طيارة وراء اللي كانت أصدرنا عدد خاص بكورونا، فيها هي البوسترات بالإضافة للعبة، بالإضافة للعديد من الرسائل الأخرى اللي متخصصة بحماية الطفل، تم إدراجها بلغة صديقة للطفل وتوزيع على الأطفال خلال فترة الاستجابة. طبعاً في حال أي من أصدقائي الموجودين بالمحاضرة أو الندوة حابين نشارككم بهي البوسترات، نحن جاهزين، وهن ممكن إنه هن يستخدموها للاستجابة كونها هي مبسطة وقابلة للاستخدام بكل السياقات. يعطيك العافية. شكراً جزيلاً آلاء، يعطيك العافية. جهود مميزة. ننتقل الآن إلى الأستاذ محمد موريتانيا. أستاذ محمد، هل تسمعني؟ نعم. شكراً جزيلاً أستاذ محمد. المايك معك، تفضل. المايك معك، تفضل. نعم، شكراً. بعد برزنتيشن هلا في ممكن تفتحوها الأخيرة. في واحدة بعثها هلا لجوانا. موجودة ولا مش موجودة؟ على كل حال دقيقة واحدة وافتحها. أوكي، بارك الله فيكم. أوكي، تفضل أستاذ. شكرا. إننا نبدأ بالشكر للمنظمين لهذا اللقاء، والهدف كان أساسا عندي هو أني أكتسب من خبراتكم وأقدم لكم خبرة متواضعة لجمعيتنا في موريتانيا، جمعية الأطفال والتنمية في موريتانيا التي أرأسها وكنت مؤسسها بعد أن تركت اليونيسف بسبب التقاعد. إذن أنا ما زلت بحماية بعد اليونيسف، فرجعت لجمعية الأطفال والتنمية وانشط فيها. تابع جامعة الأطفال والتنمية موجودة بمدينة واريبو. مدينة واريبو هي مدينة شمالية من موريتانيا على البحر، وتهتم أساساً بشأن ترقية حقوق الأطفال وحمايتهم، ولديها فريق من العمال الاجتماعيين ومركز استماع. يقوم المركز بنشاط تالية: البحث عن الأطفال في وضعية صعب، أطفال الشوارع، مالة الأطفال، الأطفال المهاجرين، الأطفال الذين يعملون في المنازل الأخيرين، والاستماع إلى الأطفال وإحالة الأطفال إلى هيئات الرعاية مدير الصحة والتعليم إلى آخره، والحالة المدنية إلى آخره، والإشراف والمراقبة على الأطفال الذين تم تحديدهم بإطار هذه مرض. كنا لم نتخلى عن هذه النشاطات في مركزنا، ولكن ركزنا على استغلال الأطفال في التحسيس، حيث أنهم يقومون يرسمون رسائل صحية ووقائية على جدران المدينة بالتعاون مع خبير فنان، ويشاركون التحسيس أنفسهم وأقرانهم من الأطفال وخاصة أسرهم. إذن هذا ما النشاط ركزنا عليه، لأننا كنا في فترة
بداية المرض، وكان الاهتمام الأساسي هو التحسيس. ثاني، وطبعا جمعية تتعاون مع الهيئات الحكومية الشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل، ووزارة التعليم والصحة، والمنظمات غير الحكومية مثل يونيسف وعرض الرجال وسيف شيلدرن. أخبرت الوضع الصحي كان عندنا أفضل للتاريخ 8 مايو عفوا يوم تقريبا 10 مايو، ولكن لم نعرف إلا 8 حالات من أسبوع، ولكن تدهور الوضع وصلنا اليوم واحد بدل من 62 هي اليوم 81 حالة إصابة. وأنا بفضل أننا بدأنا عملية عذرا على المقاطعة، لو تبتعد قليلا عن المايك ربما، لأن الصوت هنالك غير وضوح في الصوت، يعني لو تبتعد قليلا عن المايك عسى يتحسن الصوت. أوكي أوكي. إذن وضعيتنا تدهورت بعد التشخيص الذي قامت به الدولة الحكومة، وتشفنا أن الحالات كثيرة كثيرة في حالات مجتمعية، ليست بس حالات جاية من حدود، بس هذه حالات مجتمعية. على كل حال، المشاكل اللي نعانوا منها هي اللي يعانوا منها جميع الدول العربية في هذه الظروف، هي تدهور حالة حماية الأطفال، صاروا الأطفال بدون حماية لأن ما في طالعة، ما في مكاتب مفتوحة، ما في مراكز مفتوحة، نقص الرعاية، وضعية الأطفال في وضعية صعبة، خاصة المتشردين منهم بسبب القيود الصحية وعدم التنقل والاجتماعات واجتماعات الناس. يضاف إلى ذلك نقص في الموارد البشرية، نعم في هذه الفترة في لاحظنا نقص من المشاركات، يعني حتى المنظمات الدولية صارت مثلا لا تفتح أبوابها ولا يتم الاتصال بها عبر الإنترنت. سلايد بليز. شكرا. إذن احتوال السكان بما في ذلك المسؤولين والعمال، تكلمنا عن الحجز الصحي، إخلاق الرياض، كل هذه حكينا عنها. سلايد سويبا بليز. سلايد. شكرا. هذا كمان حكيت عنه، لأنه هو أساس عملنا هو هذا، ونهتم بالأطفال المهاجرين، لأن عندنا أطفال مهاجرين بدون أسر، بدون أسرهم، ونأويهم في مركزنا وبالتعاون مع منظمة الأيم حتى بترجع من بلدهم الأصلي. سلايد بليز. قلنا أن نقوم باستمارة زيارة المنظمات غير الحكومية، قمنا غير الحكومية بالأنشطة المراكز، وعفوا بالنسبة هذا عمل خاص نقوم به في مدينة مراكش العاصمة وفي مغرب، وأيضا نتابع زيارة المراكز الذي يأوي الأطفال مخالفين على القانون، يعني مثل السجون، هي مراكز ولكن بالحقيقة هي مسألة السجون. هذه المراكز مع المنظمات الحكومية الأخرى نتابع عملنا وسط هذه المراكز، لأنها مغلوقة، ولأن أولا بتوعية الأطفال على الصحة وعلى الوقاية من المرض وتحسين ظروف مع إدارة السجون، نهتم بتحسين ظروف المعيشية والصحية والنظافة والغذاء، وقمنا بدعوة لفراج عن الأطفال وتسريع قضايا المتهمين، لأن الأطفال نصف الأطفال تقريبا لم يحكم عليهم، هم مازالوا بالسجن الاحتياطي، وهذا الإفراج، هذه الدعوة وهذا المناصرة أتت وكلها، لأن السلطات أفرجت عن بعض من الأطفال كانوا مسجونين على تهم بسيطة، وتم تسريع ملفاتهم حتى تم الإفراج عنهم.
إذن باختصار هذا هو نشاطات اللي نقوم بها، وأشكركم وتحت تصرفكم إذا في أسئلة. شكرا جزيلا أستاذ محمد. مع الأسف الصوت لم يكن واضحا تماما، ولكن الفكرة وصلت، وحقيقة جهودكم مشكورة، وتحياتنا لكم في موريتانيا. يعطيك العافية أستاذ محمد. الآن لو في عجالة سريعة جدا، لو وقفنا على بعض الأسئلة التي وصلتنا أو أبرز الأسئلة، كيف يتم تطبيق السؤال الأول، كيف يتم تطبيق معايير حماية الطفل في ظل أزمة كورونا؟ الحقيقة العروض السابقة كانت تسلط الضوء على ما يمكن فعله في ظل أزمة كورونا من أنشطة لحماية الطفل، وكيف يمكن تطبيق المعايير. يعني على سبيل المثال، الإخوة في العراق قاموا بتعديل مناهج الدعم النفسي الاجتماعي وحولوها إلى حقائب دعم نفسي اجتماعي، وقاموا بتوزيعها، تكونت من قصص وأمور بسيطة يمكن وأنشطة بسيطة يمكن للوالدين أو الأم أو الأب القيام بها في المنزل، وهكذا تم تكييف معيار الدعم النفسي الاجتماعي ليتماشى طبعا مع حالة الوباء. ورأينا الكثير من الأمثلة، ولكن بشكل عام يعني في كل الأنشطة، وكما رأينا مع أستاذ رياض والمذكرة الفنية، كل الأنشطة يجب أن تستند إلى المعايير الدنيا لحماية الطفل، وأيضا المذكرة الفنية التي أصدرها تحالف حماية الطفل بما يتعلق ب أنشطة حماية الطفل في ظل تفشي وباء كوفيد-19. كل الأنشطة يجب أن ننسق مع القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الصحي والسلطات والسكان المتضررين أيضا. يعني حبذا لو نستمع أكثر إلى الأهالي والأطفال لنرى كيف يمكن مساعدتهم، وهذا موضوع مهم وذو صلة بما يسمى بالمساءلة. طبعا ايضا في عجاله سريعه، يعني في على سبيل المثال الاخوه في الاردن على سبيل المثال طوروا انشطه الدعم النفسي الاجتماعي عبر الواتساب. يعني كان هنالك كل منشط يرسل مجموعه انشطه الى اهالي، ويتفقد الاهالي اذا كانوا قد قاموا بالانشطه مع اطفالهم مع توجيهات ومتابعه. على سبيل المثال استمعنا الى ايضا الى الاخوه في الاردن، في لبنان عدلوا الأنشطة وقاموا استمروا بأنشطة المخيمات، قاموا بأنشطة وجها لوجه ولكن بشكل فردي مع الأطفال، وزاروا الأطفال الأكثر ضعفا بعد أن وزعوا معدات الوقائية على الفرق الميدانية. في مثلا في اليمن بسبب منع تحركات عمال حماية الطفل، قاموا بتدريب العمال الصحيين الذين كانوا قد تدربوا أصلا على العمل مع حالة الانتشار العدوى من أيام الكوليرا، ويعني عمل قطاع حماية الطفل بشكل مكثف مع قطاع الصحي، واستطاعوا الوصول للأطفال المستضعفين. إذن هنالك الكثير الذي يمكن عمله، ولكن نحن بحاجة إلى الإرادة والتوجيه. الآن كيف يمكن أن نقوم بتهيئة الأطفال للمرحلة الثانية من الفيروس إذا لم يتم إيجاد علاج له خلال مدة الصيف؟ إذا كانت تهيئة نفسية، فالمواد التي تم عرضها الآن والتي سنشاركها معكم يمكنها أن تهيئ الأطفال نفسياً، وأيضاً سيكون هنالك سترون هنالك العديد من المواد التعليمية التي يمكن أن تبقي الأطفال منشغلين وأيضاً سليمين نفسياً وعلمياً خلال هذه الفترة. نفس الكلام ينطبق على السؤال التالي، كيفية التعامل مع الأطفال بعد فترة كورونا، وهذا يعتمد على نوع الأطفال الذين يعني ما هي المشكلة التي يعاني منها الأطفال. إذا كانوا أطفال مجندين، إذا كانوا أطفال عاملين إلى آخره، فسنرى أن هنالك توجيهات خاصة بكل فئة من هؤلاء الأطفال. كيف نقوم باستضافة الأحداث التعليمية عبر الإنترنت في بيئة فقيرة لا يمكنها الوصول إلى الإنترنت وليس لديهم المعرفة؟ إذن كما رأينا في العراق قاموا بطباعة حقائب دعم نفسي اجتماعي وأيضا حقائب تعليمية، وقاموا بتوزيعها إلى الأهالي، والفرق الميدانية تابعت مع الأهالي بشكل منفرد، وهذه هي الكيفية التي يمكن من خلالها العمل في بيئة لا تتوافر فيها الإنترنت أو الكهرباء. كيفية حماية الأطفال في المراكز الصديقة للطفل، بالأساس في حال تم يعني كان هناك إغلاق حكومي فيجب أن يتم إغلاق المراكز الصديقة للطفل، لكن في حال لم يكن هناك إغلاق حكومي فبالطبع ما تفعله في المراكز الصديقة للطفل يجب أن يكون
بالتشاور مع زملائنا في قطاع الصحة. يعني سيكون هناك محطة لتعقيم اليدين وأدوات تعقيم يدين وما إلى آخره ومنع الأكل وتناول الطعام داخل المركز. إذن هناك إجراءات يمكن لأي قطاع صحي لأي زميل من في قطاع الصحة أن يوجهكم إليها. ما هي الإجراءات اللازمة للأطفال لحمايتهم من الناحية النفسية بعد كورونا؟ أعتقد عالجنا هذا الموضوع. ما هي الإجراءات التي اتخذت في المخيمات أثناء انتشار جائحة كورونا؟ مثل ما ذكرنا هنالك أولاً تم إيقاف الأنشطة الجماعية لمنع انتشار الوباء، زيادة انتشار الوباء. ثانياً تم الوصول إلى العائلات المستضعفة بشكل منفصل وكل عائلة على حدة بمواد تعليمية وتوعوية وترفيهية. وأيضاً هنالك إرشادات أصدرتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لما هي التوجيهات لكيفية العمل في المخيمات أثناء انتشار جائحة كورونا، يمكن الرجوع إليها. كان هنالك بعض الأسئلة عبر ميزة الأسئلة في زوم وتمت الإجابة عليها. وأغلب الأسئلة، طبعاً أغلب الطلبات كانت في الدردشة، هي مشاركة المواد سيتم مشاركتها. الآن لو سمحتوا لي، لو أخذنا دقيقة الآن لمشاركة الروابط معكم. روابط، أول شيء أريد أن أعرفكم على المجلد الذي نحن نحتفظ به في المجموعة العالمية لحماية الطفل، والذي جمعنا فيه كل المواد المتعلقة أو عدد كبير من المواد المتعلقة في بحماية الطفل أثناء وباء COVID-19. لو نظرنا إلى هذا المجلد الآن سترون عددا هائلا من المواد، من الأنشطة التي يمكن العمل بها، يمكن القيام بها خلال تفشي طبعاً وباء COVID-19. وهنالك مجلد خاص باللغة العربية، وأيضاً هنالك مواد للغة العربية في عدة مجلدات، ليس فقط في مجلد اللغة العربية. الآن سأشارك معكم رابط هذا المجلد، يمكنكم الوصول إليه، سأشاركه في الشات. رابط المجلد. الآن سوف أيضاً في هذا المجلد هنالك قائمة مصادر. قائمة مصادر وضعناها أو جمعناها لكي نعرفكم بما هي المواد التي تم تطويرها خصوصاً للتعامل مع حماية الطفل في ظل الجائحة. وقد قسمناها بحسب طبعاً الموضوع، إذا كنا سنتحدث عن حماية الطفل بشكل عام أم الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي أم إدارة الحالة. الآن هذا الملف هو بالإنجليزية، ولكن سيتم ترجمته في أقرب فرصة إن شاء الله قبل العيد. ولو بحثتم عن كلمة Arabic ستجدون الكثير من المصادر باللغة العربية، مثل المصادر من فلسطين، هنا بعض الرسائل من فلسطين، بعض المواد التي تحدث عنها الأخ بشير في العراق، بعض المواد من لبنان، بعض المواد من الصومال، فستجدون الكثير المفيد. الآن سأضع الرابط لهذا الملف. وأخيراً لابد لنا من استعراض بشكل سريع موقع التحالف لحماية الطفل الخاص إذن موقع تحالف حماية الطفل، وستجدون فيه العديد من الموارد التي تحدث عنها الأستاذ رياض، بما في ذلك طبعاً معايير الدنيا لحماية الطفل، وستجدون الكثير. لو ذهبتم إلى اللغة العربية ثم إلى الموارد والمعلومات ستجدون الكثير من الإرشادات، مثلاً حماية الأطفال من العنف وإساءة المعاملة والإهمال في المنزل، مذكرة فنية عن فيروس COVID-19 وعمالة الأطفال،
حماية الأطفال أثناء تفشي جائحة كورونا، الحفاظ على سلامة ورفاه قوى عمل الرعاية الاجتماعية. إذن ستجدون الكثير من المواد المفيدة، والآن ربما أصبح لديكم عدد هائل من المصادر التي تمكنكم من العمل في مجال حماية الطفل في ظل الوباء. أتمنى أن يكون ذلك قد أفادكم. وطبعاً هنا نصل إلى نهاية هذه الندوة، شكراً جزيلاً لحضوركم واستماعكم. أنتقل إلى أستاذ رياض. أستاذ رياض، هل لديك أي كلمات ختامية؟ شكراً كثير أستاذ أحمد على تيسير الجلسة، وبدي أشكر جميع المشاركين على وقتكم اليوم. بتمنى تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله هنحاول أنه يكون في، مثل ما تفضل أستاذ أحمد، حيكون في ندوات أخرى عبر الإنترنت لحتى تجاوب على المواضيع اللي أنتم بحاجة تسمعوا عنها. بدي أتشكر أيضاً الزملاء من العراق وسوريا وموريتانيا اللي شاركونا بوقتهم وبخبراتهم، بتمنى تكونوا استفدتوا منهم. بدي شجعكم مرة أخرى أنه نطلع على الإنترنت على موقع التحالف ونشوف الموارد المتاحة لنستفيد منها، وإذا نحن كمنظمات نحاول ننضم للتحالف لحتى نفيد التحالف ونستفيد منه أيضاً. شكراً جزيلاً جميعاً، وبتمنى نشوفكم أيضاً بندوات أخرى قريباً. شكراً أستاذ رياض، ومع السلامة جميعاً. Joanna, thank you very much. You can now end the meeting. Thank you very much.